بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ عائشة، القسم الرابع، وقلنا سبب الإتيان بهذا القسم أنه كأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد لكن لا حق جهاده، لماذا يقع الشرك في الأمة؟ قال لابد نعرف أسباب وقوع الشرك حتى نجتنبها. وقال من أعظم الأسباب، أخطر الأسباب، الغلو في الصالحين، هو سبب الشرك قديما وحديثا. صحيح، والغلو في قبور الصالحين، لأن القبور في كل مكان، مفهوم. والثالث عبادة الله عند القبور، النهي عن أي عبادة تكون عند القبور إلا الزيارة الشرعية بشروطها. وذكرنا أن الزيارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية غيره. ها نعم، قلنا أن الباب الرابع ذكر فيه المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى التوحيد وأغلق كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. نعم نعم، أنا ما رأيتك في الدرس، موجود معنا؟ غائب. زور شروط الزيارة الشرعية: الأول أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الآخر، ألا يشد إليها الرحل، لا يأتي بما يخالف الشريعة مثل الوطء على القبور بنعلين والنبش وكذا، وأن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، فإن نوى دعاء الأموات من دون الله كانت زيارة شركية، بل هي الشرك الأكبر. وإن نوى دعاء الله عند الأموات لأنه مكان مبارك مثلا، فهذه زيارة بدعية. تمام، غيره، ماذا أخذنا؟ إنا لله. نعم، من صفات الكبور كيف يعني؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: على أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة، ومنهم علي رضي الله عنه: ألا تدع صورة إلا طمستها. كيف تطمس الصورة؟ تطمس الصورة بإزالة معالم الوجه، مو يضع خط هكذا على الرقبة، لا، هذا ولا صنع شيء، يطمس معالم الوجه، وإذا كان تمثال تكسر الرأس، مفهوم؟ أي نعم. ها ممكن بعضكم يضحك يقول: طيب اليوم تباع التماثيل وكذا. يا أخي نحن نقرر حكم الشرع، ولا بد نعلم الناس، نفقه الناس في دين الله سبحانه وتعالى، مفهوم. ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا، يعني إيش؟ مرتفعا، أو أحسن من هذا، مشرفا تقول مخالفا للسنة، مفهوم. إلا سويته، كيف أسويه؟ قال: أولا تسويه على السنة، ثم تسويه بما حوله، مفهوم. تسويه على السنة، يسنم القبر ويرتفع مقدار شبر، ويوضع عليه حجر أو حجرين. عندما تدخل البقيع تشوف القبور كلها مساوية لبعض، ما يوجد قبر فوق حجر كبير أو 20 حجر، لا، حجر أو حجرين. لماذا؟ قال: على السنة وبما حولها. نعم، غيره، لا نعم. لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أم المؤمنين عائشة،
ولم يبرز قبر. معنى بروز القبر يعني ظهور القبر. وقلنا ما أحد يعني بفضل الله أنه ما أحد سجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا لا أحد يرى تربة القبر. إبراز القبر يعني إظهاره للناس أن يدفن مثلا مع البقيع أو شهداء أحد. لماذا لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام؟ لثلاثة أسباب. الأول أن كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفن حيث قبض. الثاني خشية، رواية خشية أي النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث رواية خشية، وهذه حصلت من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني ايش معنى عيدا؟ نعم يعني يعاد وتكرر كل جمعة كل سبت كل سنة. نعم لا، متى ما تسنى إليك تذهب، لكن لا تجعلوا عيد. وهو المؤلف رحمه الله قد ذكر هذا في المسائل، قال أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، رد على من يقول أن محمد بن عبد الوهاب ينهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أفضل الأعمال لكن بشروط الزيارة الشرعية. فأنت الآن تريد تأتي المدينة، جئت للعمرة، جئت للحج، جئت للمملكة، ماذا تصنع؟ قال تذهب إلى مكة تعتمر، تشد الرحل لزيارة المسجد الحرام، ما تشد إلى قبر، إلى قبر مثلا أمهات المؤمنين خديجة رضي الله عنها مثلا، ولا مثلا لغار إيش في مكة، غار حراء، جبل ثور، لا ما يمكن. فأنت تأتي إلى مكة بعدين تشد الرحل لمسجد قباء، لا، مع أنه مسجد قباء إذا أنت في المدينة له فضل، لكن ما تشد الرحل لزيارة الصلاة في مسجد قباء، فما بالك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتنوي بالزيارة الأصل فيها إيش؟ المسجد النبوي. إذا قدمت إلى المدينة عندنا ثلاثة قبور ومسجدين، إذا قدمت إلى المدينة عندنا كم؟ ثلاثة قبور ومسجدين، مسجدين المسجد النبوي، وهذا شد الرحل لابد أن يكون للمسجد النبوي الصلاة فيه. يعني وصلت للمسجد النبوي وصليت، المسجد الثاني مسجد قباء، تتطهر في بيتك ثم تأتي مسجد قباء، ولو صليت فيه ركعتين كتب لك أجر عمرة. تمام، بقي عندنا كم قبر؟ ثلاثة قبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، وشهداء أحد والبقيع. لكن زيارة القبور هذه للرجال، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب، والحمد لله رب العالمين. مفهوم؟ طيب غيره ماذا أخذ؟ نعم يا أخي. الله لا يعلم قبر الأنبياء، ما يعلم قبر نبي، مكان قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وغير هذا كله كذب وافتراء وأكل أموال الناس بالباطل وسياحة. حتى لو علمنا قبر نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ماذا نصنع فيه؟ لا نستطيع أن نشد إليه الرحل ولا نبني عليه شيء ولا من هذا. صحيح؟ تمام. غيره، وقلنا عن أجمع أهل السنة والجماعة أن الحسين كم رأس رضي الله عنه، حسين بن علي كم رأس؟ ها؟ رأس واحد، لكن في الواقع له أكثر من خمس رؤوس، نسأل العافية والسلام. طيب القسم الخامس ذكر فيه المؤلف رحمه الله دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة. ظهر زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعض أهل الشبهات اللي يتبعوا المتشابه يتركوا المحكم، وقالوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال اسمع، إذا تريد تدعو للتوحيد اخرج برا الجزيرة وادعو للتوحيد هناك. لماذا؟ قال لأن من كان داخل الجزيرة هذا لا يقع في الشرك. سبحان الله. طيب لو خرج ممكن مترين عن الجزيرة، قال ممكن يقع في الشرك، لكن داخل الجزيرة ما يقع في الشرك، هم يقولوا هذا. والقول الثاني قالوا لا، أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن تقع في الشرك داخل وخارج الجزيرة. مفهوم الشيخ؟ وقلنا لكم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر أن الرد
على الشبه يكون من طريقين، مجمل ومفصل. فهذا اللي يقول لك هذا الكلام، تقول هذا الكلام أنا لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه ولا أريد أسمع منك، وأنت من الذين سمى الله لنا، تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعند النصوص محكمة بينة مفهوم في وقوع الشرك في الأمة وفي الجزيرة، وأن هذا مخالف للقرآن والسنة وقول الصحابة والسلف والأئمة الأربعة في كل مذهب من المذاهب، يكتب أشياء يكون بها الإنسان نسأل العافية والسلام مرتد حتى ولو كان في الجزيرة. وما الفرق بين الجزيرة وخارج الجزيرة؟ والصحابة رضوان الله عليهم قاتل أهل الردة أين؟ وين؟ في الجزيرة. ولو كان الشرك لا يحدث في الجزيرة، إذن قتال الصحابة المرتدين لم يكن بصحيح، صح؟ أي نعم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا صرح بوقوع الشرك في الجزيرة العربية، ويلحق حي من أمتي بالمشركين، وتعبد فئام من أمتي الأوثان. نصدق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، مفهوم؟ أي نعم. طيب، وبهذا كله يزول الإشكال. طيب، بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله قسم مهم جدا، وهو الأعمال الشيطانية. أعمال الشيطانية، ذكر السحر. ما علاقة السحر بكتاب التوحيد؟ المفروض يكتب خطأ بعض النسخ يا أخوان، لا قبل خطأ بعض النسخ، عدينا الآن موجود الأخ يقول باب قبل ما يأتي الباب القسم الخامس، أي باب؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. يعني أبغاك تنتبهوا معي، اسمع ماذا يقول. باب إيش؟ ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، تمام. ذكر ثلاث آيات، صح؟ قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. ألم ترى استفهام إنكار، يزعمون يعني كذابين، زعموا يعني غير صادقين، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يعني القرآن منزل غير مخلوق كلام الله سبحانه وتعالى، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وجل أخبه، يزعمون أنهم أنزل. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك جميع الكتب المنزلة من السماء. جوال آيفون اتصل أعطيني أنا أرد عليه، ما في إشكال، خليه عندك لا عد تفتح الجوال. وما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، هذا دليل إيش؟ الزعم، لأن المؤمن حقا قبل أن يؤمن لابد يكفر بإيش؟ بالطاغوت. كيف يحكم الطاغوت؟ وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، تمام. الآية الثانية أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب، والثانية ألم ترى الذين يزعمون أنه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، يهود. والآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لأنهم أرادوا أن يغلوا في أصحاب الكهف. إخوان باب إيش؟ ما جاءنا بعض هذه الأمة، أين؟ الأولى في الذين أوتوا الكتاب، والثانية الأولى في أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، تمام. والآية الثانية في اليهود، والآية الثالثة في من أراد البناء على أهل الكهف، صح؟ ليس لها علاقة بالباب، ليس لا يوجد دليل في الآية الثلاثة على أن هذه الأمة، ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، صح؟ تسمع ولا أشياء. الباب يقول الباب في مكان والآيات في مكان ثاني. حسن الظن خطأ بعض الناس، ها فهمتم أو لا؟ أعيد، يقول الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، والآيات آية في الذين أوتوا الكتاب وآية في اليهود وآية في قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
ما علاقتها؟ هاي الشيخ السبب الداخلي هو غلو يا أخي، غلو هذا كيف هذه الأمة سوف تعبد أوثان؟ ما الدليل؟ يا سلام. يقول المؤلف جزاك الله خير، أعطيك كتاب. المؤلف رحمه الله كان حكيم، ذكر الباب وذكر الآيات ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان يقول لك ما يمكن تربط بين الباب والآيات إلا بإيش؟ بالحديث. مفهوم الشيخ؟ وقلنا لكم من يشرح هذا الكتاب هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولو تنظر في المسائل قال فإذا كان في الأمة السابقة من يفعل هذا وأنا سنتبعهم، إذن لابد يقع هذا في الأمة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. مفهوم؟ وهذا إخبار وتحذير. حديث أبي سعيد في إخبار لتتبعن سننا، وفي رواية سننا وسننا من كان قبلكم طريقة وطريقة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. الصحابة استعظموا الأمر، أمر عظيم. يا بعد هذا البيان وبعد هذا الدين الكامل وكذا يأتي النقص. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى بالضم، مفهوم؟ أو اليهود والنصارى، يصح هذا ويصح هذا. أتعني اليهود والنصارى أو هم اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني إذا لم تتبع اليهود والنصارى من تتبع؟ هذا فيه إخبار وإيش؟ وتحذيرا نسلك